بمجرد أن تضع قدمك في الناصرية ستجلب انتباهك ساحتها الشهيرة وتمثالها الأشهر. فها هو محمد سعيد الحبوبي يقف رافعا يده يلقي قصيدة جهاد ونضال وتأريخ في ساحة سميت على اسمه، إنها ساحة الحبوبي، سجل حافل بالأحداث السياسية والاجتماعية طالتها يد أعمار صندوق ذي قارة، لتسرد بحلتها الجديدة عبر رموزها حضارة سومر العريقة وأحداث رافقت تاريخ المدينة، جسدت بالنقوش السومرية القديمة التي نحتت على جانبي تمثال الحبوبية. برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي ومتابعة صندوق عمار ذي قار، تأهيل وعمل فلكة الحبوبي وتمثال الحبوبي وعمل النافورات وحدائق ومصاطب للجلوس مع عمل النقشة السومرية لتاريخ المحافظة، والحمد لله يعني صارت عندنا شوية صعوبات بالعمل من ناحية الازدحامات، ما اضطرينا إلى العمل بنظام الشفتات. ساحة الحبوبي هو عنوان المدينة حقيقة، يعني الناصرية، يعني السائل من يسأل عن الناصرية لابد أن يعرف أولياتها وهو الحبوبي، أو بالأحرى ساحة الحبوبي. ساحة الحبوبي يعني تعني لنا الكثير، نحن نتشوق لها، نرتاح عندما نمر بجانبها، هي عنواننا، هي تقريبا ملتقانا، يعني الملتقى كل الناس هي ساحة الحبوبي. حضارة وتاريخ، حكاية مدينة، ساحة الحبوبية، عنوان للقادمين ووجهة سياحية للزائرين، ومكان يجمع الأصدقاء والأحبة، فكل الطرق تؤدي إليها. من خلال التطور والمشهد الحضري تنظمت شوية وصارت نافورات بيها وصار مشهد كلش حلو، وتجي الناس من باقي المحافظات من باقي هاي الزور، يعني يشوف النصب مال تمثال سيدنا الحبوبي وتمثال حلو ورائع. هذه الساحة التي أنشئت بمطلع سبعينيات القرن الماضي جرى الاتفاق على تسميتها باسم الشاعر والعلامة محمد سعيد الحبوبي. يذكر أن هذه الساحة كانت قديما موقفا لباصات المصلحة وموقعا للتجمعات والفعاليات المرتبطة بالأعياد، ويرتبط بهذه الساحة شارعان رئيسيان، أحدهما شارع الحبوبية المعروف بشارع عقد الهوى سابقا. برؤية تحاكي تاريخ مدينة وحضارتها العريقة، ساحة الحبوبي بين الحاضر والماضي مشهد حضري جديد يتناغم مع مكانتها في نفوس الذقاريين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حسين الجوراني، الناصرية.